هذا وعملت وزارة شؤون الإعلام ومنذ تدشين الحملة على تسخير كافة إمكاناتها البشرية والفنية والتقنية للمساهمة في الجهود الوطنية لإنجاح هذه الحملة الخيرة عبر تغطية مباشرة استمرت 10 ساعات، واكبت تفاعل البحرينيين والمقيمين من أفراد ومؤسسات مع هذه الحملة. جهود وطنية دؤوبة وتفاعل كبير سجله البحرينيون والمقيمون والمؤسسات الوطنية والشركات والبنوك والجمعيات والهيئات في مملكة البحرين مع حملة فينا خير التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، حملة تضمنت تبرعاً ومبادرة أثبت فيها البحرينيون كعادتهم تعاضدهم ووقوفهم إلى جانب كل جهد وطني داعم ومؤازر لجهود مكافحة ومنع تفشي كورونا. اللهم لك الحمد، جلالة الملك الله يطول عمره بأوامره نفذ المطلوب، ضخ مليارات لدعم الاقتصاد في مملكة البحرين، ولكن حملة فينا خير هذه تعطينا الفرصة، تعطينا الشرف المشاركة، إن عشان يوم الحساب أوقف وارفع راسي وأقول أنا ساهمت بلادي وساهمت يوم وقت الشدة. وزارة شؤون الإعلام عبر كوادرها الوطنية المؤهلة والمدربة واكبت هذه الجهود والحملة الوطنية في بث مباشر عبر يوم مفتوح استمر ل10 ساعات، فتحت فيه المجال لتلقي التبرعات المالية والعينية عبر ساعات طويلة من البث المستمر. الحقيقة اليوم يعني أعتقد هو يوم وطني بامتياز، كما هي أيامنا دائما. البداية شكر لسمو الشيخ ناصر بن حمد على مساهمته كمواطن محب، استطاع من خلال كلمة مؤثرة تحفيز الجميع. وقد تخلل اليوم المفتوح إجراء تغطيات خاصة ومقابلات تلفزيونية حصرية وتقارير تلفزيونية اشتملت على لقاءات ومقابلات تواكب حملة فينا خير التي شارك فيها أبناء مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين بكثافة، التي تأتي دعما للجهود الوطنية في مكافحة الفيروس المستجد. أعتقد اليوم من خلال تغطية استمرت ل10 ساعات أنتوا نلتوا فيها شرف المساهمة لخدمة بلدكم، فالشكر لكل من ساهم في هذه الحملة ولكل الجنود العاملين خلف الشاشة. هذا دور الإعلام، يعني إذا لاحظتوا أمس قمنا بتغطية تلفزيونية من خلال تقرير بسيط للعاملين في المختبرات في الساعة 4 الفجر. كان الهدف من مثل هذه التقارير أن إحنا مهما تعرضنا لضغوط في ظل هذه الظروف الاستثنائية، هناك من يعمل على مدار الساعة ويعرض نفسه للخطر، فما نملك إلا أن احنا يعني نقف احترام وتقدير لكل مواطن ومقيم يسعى لخدمة البحرين كلهم في مجاله. كما سخرت وزارة شؤون الإعلام إمكاناتها الفنية والتقنية والبشرية لإنجاح هذه الحملة الوطنية، وعملت منذ الساعات الأولى للحملة التي انطلقت في الساعة 2 من مساء الجمعة وحتى منتصف ليلة السبت على استضافة العديد من الضيوف والمتحدثين والخبراء عبر الأقمار الصناعية، محققة نسبة مشاركة وتفاعل كبيرين. مثل ما تشوفون اليوم هناك تسابق لخدمة البحرين، كل أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة بتوجيه من صاحب الجلالة الملك يده الله، ومتابعة من صاحب السمو رئيس الوزراء وصاحب السمو ولي العهد حفظهم الله. فالتحية للجميع، التحية لقوة دفاع البحرين، وزارة الداخلية، الصحة، رجال الإعلام ورجال الأعمال كذلك، وكل من ساهم بعمل صغير فهو كبير. ومثل ما قال سمو الشيخ ناصر، البحرين تستاهل وتستاهل أرواحنا، فشكر الجزيل لكل من ساهم في هذه الحملة، فعلا البحرين تستاهل. وتواصلت التغطيات والربط المباشرين عبر استوديوهات تلفزيون البحرين لتغطية جهود المؤسسات والجهات الحكومية في حملة مكافحة فيروس كورونا، والتي تم بثها مباشرة عبر شاشاتنا الوطنية
ضمن رسالتها الإعلامية الوطنية التي تستنير برؤية جلالة الملك المفدى.